إذن للحديث عن أوضاع الأمن الغذائي في العالم على خلفية الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا عبر سكايب من برلين المتخصص في الشأن الأوروبي سامر كعكرلي. أستاذ سامر مرحبا بكم. يعني برنامج الغذاء العالمي يحذر من أن العالم يواجه أزمة جوع على نطاق غير مسبوق. الحرب في أوكرانيا أستاذ سامر أثرت هذه التأثيرات الكبيرة لدرجة أن العالم سيجوع؟ تحياتي لك، مساء الخير لك للسادة المشاهدين. أخي الكريم، الجوع بالعالم ليس وريد اليوم، الجوع مرتبط بعدة عوامل. الجوع مرتبط بوجود شركات احتكارية في العالم تفضل أن تتلف الغذاء على أن تبرزوله المحتاجين، وناهيك عن التغيرات المناخية التي سببها أيضا الشركات الاحتكارية. ولكن سؤالك بالنسبة لأوكرانيا، نعم، بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على زيادة عدد الجوع بالعالم، بسبب بأن أوكرانيا وروسيا تعتبر من الدول الرئيسية المنتجة للمواد الغذائية، القمح والذرة. روسيا تنتج 89 مليون طن من القمح، أوكرانيا تنتج 25 مليون طن من القمح. أوكرانيا تحتل الدولة الأولى بتصدير زيت عباد الشمس. المعارك، الحرب التي نشبت ما بين روسيا وأوكرانيا بسبب تعنت فلاديمير بوتين، حقيقة أدت، غير موضوع الغذاء، هناك موضوع الأسمدة، هناك موضوع مستلزمات الزراعية، كل ذلك. الأسمدة في حال، التقديرات الدولية بتقول في حال نقص السماد أو انقطع السماد، هناك انخفاض عالمي بحدود 50% للإنتاج الزراعة. ناهيك عن موضوع سلاسل الإمدادات من البحر الأسود إلى المتوسط إلى العالم، كلها تأثرت. فنعم، الحرب الأوكرانية الروسية أثرت في زيادة عدد الجوع في العالم. باعتقادكم أستاذ سامر، هل ستتعرض الدول الكبرى والأوروبية ما ستعانيه دول العالم الثالث؟ لا طبعا، بالنسبة للجوع أصدق سؤالك، ما لا طبعا. نعم. الدول الأوروبية والدول الكبرى حقيقة، يعني أول شيء عندها إنتاج الخاص. يعني مثلا فرنسا تنتج 30 مليون طن من القمح، ألمانيا تنتج بحدود 22 مليون طن من القمح. الجوع يصيب دائما، يعني هي سنة الكون، الفقير ولا يصيب الغني. ناهيك بأنه الدول الكبرى، دول مؤسساتية تخطط لخمسين سنة لقدام، أما الدول الفقيرة ناهيك على موضوع الفقر. دول بالغالبية إذا بتراجع الدول الأفقر أو الدول الجوعى، هي دول ذات أنظمة استبدادية، والاستبداد مترافق للفقر والجوع. الدول الغربية دول مؤسسات، دول تحكمها مؤسسات تخطط. لذلك لا، الجوع سيصيب فقط الدول الفقيرة والأقل فقرا بالموضوع. الدول الغنية والدول الكبرى ستنجي من هذه الكارثة، كارثة الجوع في العالم. ولكن أستاذ سامر، الحديث عن الجوع بسبب الحرب في أوكرانيا، وقد عقدت تركيا اتفاقية إسطنبول لتأمين تصدير الحبوب والزيوت للعالم، هل هناك تفخيم لمسألة الجوع نوعا ما؟ لا أخي الكريم، بالنسبة للاتفاقية التي عقدت بوساطة تركيا لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى إسطنبول ومن ثم إعادة توزيعها، حقيقة ساهمت بتخفيف الوطأة، ولكن هي ليست حل، لأنه العمليات الاستيراد مرتبطة بالمواقف السياسية أولا، والعمليات العسكرية ثانيا. إذا اتفاقية إسطنبول قد تساهم جزئيا وليس كليا بالحد من تأثير الجوع، ولكن بالنهاية هناك معارك، هناك حصار على موانئ، هناك مساحات شاسعة في أوكرانيا لم تحصد، فهناك كارثة حقيقيا. قد تكون تركيا ساهمت بحل جزء بسيط، ولكن ليس حل عام للمشكلة. نعمك الكريم. أستاذ سامر، بحسب صندوق النقد الدولي، يقول الصندوق أن 48 دولة في العالم تواجه تداعيات أزمة الغذاء العالمية، نصف هذه الدول معرض للخطر. ما هدف الصندوق من مثل هذه التصريحات؟ ما الذي يريده بالضبط؟
هلا صندوق النقد العالمي كلياتنا بنعرف انه هو صندوق مسيس وليس مستقل، ولكن الذي يريده بهذا الاعلان هو دق، انا هيك اعتقد يعني مع اعتقادي بانه صندوق النقد الدولي هو مسيس تحت امرة الدول الكبيرة، ولكن كمان بالنسبة لازمة الجوع ولا سيما بسبب الحرب الاوكرانية هو دق ناقوس الخطر للدول الغنية للتحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه من هذا الموضوع، يعني بهذا الموضوع هو دق ناقوس الخطر لخطر قادم يطال البشرية ككل، وإذا لم تتجاهد تتضافر الجهود دول غنية، ويمكن بدأت بعض الدول، أنا قريت تقرير بأن الدول العربية قدمت بعض الأموال نعم لهذا الموضوع، فالكارثة قادمة وللأسف لن تصيب إلا الفقير والدول النامية دول العالم الثالث. نعم أخي عبر الكريم. سكايب من برلين المتخصص في الشأن الأوروبي سامر كعكرلي، شكرا جزيلا لكم.